عملنا برنامج، عملناه البرنامج على مستوى تحضير مجموعتين، يكون تسلسل المستوى نتاع الفريق يكون ماشي على حسب الدوره. توا ولات الحسابات ولات تغيرت في اخر لحظه، يعني تقلقنا على مستوى التحضيرات، تقلق وهكذا يضر الكره الطايره، راه ما ينفعهاش بالطريقه هذه، ما ينفعهاش. انا تمنيت لو كان خلاو مجموعه فيها اربعه وخلاو مجموعه فيها ثلاثه، وكانت تكون هكا تكون البطوله احسن، وتولي في المركز الرابع، تحصل المركز الرابع تكون يعني معفاه، الفريق اللي باش يلعب لها تكون معفاه، ونلعب نصف نهائي ونهائي، وهكا تنجم تبني عليه المستوى للطائره. لكن لجنه التنظيم تشوف انت تخدم بنظام يعني ماهيش تساعد على تطوير وتحسين المستوى الطائره النسائيه، بصراحه نكونوا امنين، خاطر الامور هذه يكونوا فيها فنيين اختصاص كره طائره مش اداريين، فهمت بصراحه. والوضع هذا يقلقنا شويه احنا على مستوى التحضير، خاطر احنا لما كنا عملنا برنامج نجيو النادي الاهلي ونشاركوا في البطوله العربيه كان برنامج مجموعتين مش مجموعه واحده. فهمني هذا ممكن يعمل لنا شويه حسابات نتاعنا ان شاء الله. اوكي احنا نحاول نتاقلم على الوضع وربي يسهل.